الفن التشكيلي هو فن أصيل، يمكن منبعه بلادنا مصر والدول العربية، يمكن هي بدأ فيها الفن التشكيلي على مستوى العالم. ونعرف صحة المعلومة دي من خبير الفن التشكيلي والفنان، أنا هو دايما أقول الفنان قبل الدكتور، رضا عبد الرحمن. أهلا اهلا وسهلا، بحضرتك. اهلا أهلا وسهلا منور. فندم، اهلا بحضرتك انا فندم. يعني مبدئيا كده عايز ابارك لك على جوائز كتير انا سمعت عنها، بس لو قلت بقى واحده واحده انا لا هتروح ربنا الحلقه. يخليك فالف فندم، مبروك ومشرفنا، الله يخليك. انا اقل نموذج للفنانين المصريين، ربنا يخليك. قول لي الفن التشكيلي بيمثل لك ايه؟ حياتي كلها الفن التشكيلي، يعني حياتك الفن التشكيلي. من عمر 4 سنين لغاية عمر 52 سنة. البيئه مثلا اللي اتربيت فيها انت صعيدي؟ انا طبعا من اصول صعيدية زي كل الناس يعني. زي كل المصريين الاصله. بس انا اتربيت في اسماعيلية ايوه الاول، في مدينة تل الكبير ايام الهجرة، وبعدين لما رجعنا اسماعيلية اتنقلنا للاسماعيلية، وبعدين لما طلعت بقى للجامعة رجعت الصعيد تاني، كلية فنون جميلة المنيا، يا في المنيا. وبعدين ماجستير بقى فنون الزمالك، رجعت القاهرة تاني، وهكذا رحلة حياة. رحلة حياة. يعني كنت في المنيا على النيل برضه. على النيل برضو. هل النيل كان بيوحي لك مثلا أشياء هو معينة؟ دايما، هو النيل طبعا هو شريان الحياة في مصر، ده معروف. لكن وجود انا من بلد زي اسماعيلية فيها البحر او فيها طبعا بحيرة البحر. التمساح خلاني دايما مرتبط بالمية، يعني المية سواء كانت عذبة او مالحة، لا القرب. لذلك انا انتقلت الحياة هنا في ستاتن ايلاند بعد فترة من المعاناة في كوينز. هنا المية حواليك في كل طبعا مكان، هي المية ايلاند. بالظبط. هو عموما يعني دايما يمكن الاجواء دي، المياه والنهر والنيل والشجر واللي حواليه، يمكن بشوف كتير ناس بتبقى يعني بتقعد تتأمل في، قد يكون بفن تشكيلي، قد يكون بتصوير، فده اعتقد ان هو بيبقى له تأثير. مزيكا وفن تشكيلي، هو المية واليابسة، يعني الجو بيبقى موحي. موحي. طيب حضرتك انت الفن التشكيلي المصري يختلف عن الفن التشكيلي في امريكا او في البلاد الاخرى؟ لا طبعا، هو احنا يعني على قدم وساق مع الحركة التشكيلية في العالم كله. لو اتكلمت عن الحركة التشكيلية في مصر، احنا عندنا حركة تشكيلية في مصر تقارب 100 سنة في الفن المعاصر، و7000 سنة، وده اللي مش موجود في أي بلد تانية في العالم في الفن القديم أو الانشنت اوف ايجيبت. يعني يعني هل تقصد الفراعنة مثلا، الفراعنة لوح طبعا والحاجات دي طبعا بتعتبر فن تشكيلي؟ طبعا. هو الفن التشكيلي هو كان تأريخ، ما يعني هو تأريخ لحياة المصريين القدماء من النحت والرسم والتصوير، فهو ده كان بداية، يعني توثيق ده كان بيتم من خلال الفن طب ازاي التشكيلي. تعرف الفن التشكيلي؟ يعني هل البينتينج، يعني واحد بيرسم لوح، البينتينج، ده فن البينتينج تشكيلي؟ الفن التشكيلي بيضم البينتينج والنحت النحت. والانستليشن اللي هو العمل الفني المركب، والجرافيك اللي هو الديزاين في كل انواعه بقى، ده كله ملابس، يقع تحت فن التشكيل. مطبوعات، ملابس، ديزاين لوجوز، الحاجات دي كلها دي فن كلها تشكيل، يعتبر فن التشكيل. كل ده فن تشكيل. طبعا انت لك كان لك معارض كتيره طبعا داخل، خارج امريكا وداخل امريكا، طبعا اكيد في بعض المعارض بيبقى لها يعني خاصيه عندك كده في قلبك، بتبقى قريبه شويه احسن معارض عملتها في مصر. في مصر. طبعا مصر دي ام الدنيا، والاقبال في مصر الناس يعني هو بلا شك طبعا مصر لانها بلدك، فانت بتبقى محقق فيها اقصى النجاحات اللي طبعا موجوده تشعر بيها يعني. بالظبط. لكن في بلاد اخرى طبعا مقرونا باسم مصر، فانا بلاقي بنفس الاهتمام يعني احنا في اي شايفين على حته. الشاشه برضو هنا يعني من روائع الدكتور رضا عبد الرحمن. ربنا يخليك فندم. فطبعا انت بتشعر بمصر، في مصر اي حد في بلده بيشعر باي انجاز افضل بالظبط. كتير من اي مكان تاني. بس طول ما انا اسمي رضا عبد الرحمن المصري، فانا مقترن بتاريخ مصر واسم مصر، وده صحيح بيرفعك في اي حته بتروحها في العالم. صحيح صحيح، دي حاجه جميله يعني، لان انت انا عارف عنك كويس ان انت من عشاق مصر، ولذلك كان لك بادره هي الاولى من نوعها انه يكون لك معرض دائم في القنصليه العامه لجمهوريه مصر العربيه في نيويورك، ودي الحقيقة تعتبر من اكبر القنصليات على مستوى العالم. طبعا وحيي ايضا سعاده السفير ده الدكتور هشام حقيقة. النقيب، اللي يعني كان له برضو البادره ان هو
يساعد ان يكون في معرض دائم. بالظبط. يعني انا ما اروح القنصليه اي وقت دلوقتي هشوف لوح دكتور رضا عبد الرحمن. اه ده طبعا دي مبادره هايله من السفير هشام النقيب، والحقيقه هو لما دعاني للمعرض وطلب مني ان انا اسيب لوحه للقنصليه، وانا قلت له لا انا مش هسيب لوحه، ده انا هسيب جداريه كامله، هسيب مجموعه لوحات عشان تفضل موجوده لكل الزوار وكل الناس تعرف ان في فن مصري معاصر على قدم وساق مع يعني هو ده الفن التراث المصري بتاعنا، القديم. هو ده بالظبط. يمثل التراث. وطبعا دي فرصه يعني هو اداها لي، وانا كنت بكل حب يعني اهلي ليها يعني. هل انت لما بتعمل مثلا بتشتغل وانت عايش مثلا في امريكا، هل ممكن انت بترسم لوح في خيالك مثلا عن مصر في وقت معين؟ هل دي بتبقى في خيالك ولا لابد ان المنظر يكون قدامك علشان تقدر تنقله؟ هو طبعا احنا الفنان بيمر بمراحل، يعني مسألة كويس. ان المنظر قدامك دي هي مسألة يعني ادمت شوية بالنسبة لي، لان طبعا. يعني مع السن بقى في موضوعات بتثيرك، يعني بقى مشاكل المرأة مثلا ممكن تاخد مني وقت طويل لما يبدأ يظهر على السطح من خلال الإعلام. طبعا بعض المشاكل اللي بتمر بيها البلد في مصر في حاجات كويس. بلاقي نفسي برسم فيها، لكن مثلا وجودي هنا اليومين دول انا برسم على ستاتن ايلاند، يعني ان انا مبهور بيها، فقاعد برسم بقى يعني البيتش، بس برضو من خلال رؤيتي انا للفن التشكيلي، مش جرزانو مجرد بريدج تسجيل. طبعا، ده المنظر الجميل ده بالظبط. والبحر والحياة والديك الرومي اللي في الشارع، واحيانا كده لما نطلع فوق شوية نشوف الغزلان والبتاع، انت كل لا دي يعني احنا عندنا في الاستوديو هنا، لما حضرتك تطلع بره في التراس عندنا بره في الاستوديو هنا هتلاقي الغزلان تحت، بالظبط. وفعلا موضوع الديوك الرومي او التركي زي ما بيقولوا عليه هنا، ده في منطقه يمكن اللي فيها سي فيو عند عندنا المستشفى في الشارع بتلاقيهم ماشيين كده جنب افواج، الاستوديو بتاعي. وناس سايبينهم يعني في حالهم، بالعكس العربيات بتقف عشان يعدوا. صياغة الحياة بقى في ما بين مصر وأمريكا دي بقى، ده يعني الأول أنا كنت حاسس بانفصام، بالظبط. لأن أنا كنت جاي طبعا بثقافة مصر، وبعدين ما يعني مش قادر اتأقلم، لكن دلوقتي بقى المزيج بيحصل بدأ ما يحصل. بين التراث اللي جوايا المصري وما بين هو ده الثقافة يعني يمكن الموجودة. انا كنت عايز اسالك السؤال ده، ان انت بتتواصل مع فنانين تشكيليين عرب من بلاد اخرى عربيه وامريكان ايضا، ده حقيقي. ازاي بتلاقي اختلاف ما بين فنان واخر يعني؟ احنا انا بعمل مهرجان سنوي اسمه كارفان، كارفان. المهرجان ده اوكي. تبع جمعية غير ربحية في شيكاغو، هي بدأت في مصر وبعدين دلوقتي في اتنقلت شيكاغو. لشيكاغو. احنا بنعمل مثلا 40 فنان بيكونوا من جميع أنحاء العالم، بس بيكون الغالبية العظمى منهم من مصر، مش تحيزا مني قد ما هو لأن ثقة لمصر ايوه في مظبوط. العالم العربي، وبيخليها فيها عدد كبير جدا من الفنانين اكبر بكتير من اي دوله اخرى، وبالتالي مثلا لما باجي اخد من العراق مثلا اخد 2 3 العراق فنانين، من طبعا سوريا يعني 2 3 فنانين فن اصيل في العراق. طبعا، العراق وحركه قويه وقديمه، لكن برضو ام الحركه التشكيليه او في مصر طبعا. في مصر، لان مصر اول كليه فنون جميله تنشا فيها من طب 100 سنه. هنا انت حضرتك ذكرت لي شيكاغو، وبتعمل معارض في شيكاغو وبتعمل يعني واشنطن والغرب واشنطن الأمريكي وقنصليات وفي بالظبط. المحافل الرسمية، هل بتجد دعم من الجهات الرسمية في مصر مثلا زي وزارة الثقافة أو في أمريكا من الجهات المسؤولة مثلا؟ لأن في ده حقيقي. يعني معتنين. انا هقول لحضرتك برضو خبر جديد، يعني ان انا برضو في حديث مع السفير ادريس، في أيوة السفير محمد مصر إدريس محمد ادريس، السفير في الدائم. ان شاء الله ان انا اعمل حاجه في UN. أيوة الحقيقه الدعم في امريكا كله بيتم من خلال الجانب المصري، يعني من خلال القنصليه او من خلال البعثه الدايمه، او من لان هم دول اللي بيتحمسوا لك اكتر من اي حد تاني. طبعا الجانب الامريكي برضو لان هم رعاة ثقافة، ولان في طبعا وان الفن التشكيلي موجود في نيويورك بالتحديد بشكل عظيم، يعني عاصمة كتير الفن في في العالم. منهاتن بنشوف في اماكن يعني كتيره، كان زمان عاصمة الفن في العالم لندن، دلوقتي بقت نيويورك. نيويورك.
كل بس اسعار المهرجانات خرافيه برضه. اسعار خرافيه، بس يعني مش احنا اللي عندنا احنا دكتور رضا اسعارنا على قدها شويه اسعارنا يعني. مش خرافيه. وزاره الثقافه في مصر يعني ده حاجه جميله ان وزاره الثقافه تدعم هذا النوع من الفن وينتشر في العالم كله ليجلب سياحه لمصر. يعني ده حاصل. اهم جدا ان احنا يعني احنا عندنا التاتش والموهبه. طبعا حاصل. يعني وزاره الثقافه في مصر في قطاع كامل للفنون التشكيليه في وزاره الثقافه، ورئيس قطاع صديقي الدكتور خالد. حضرتك يعني على تواصل معاهم. طبعا دكتور ايناس عبد الدايم وزير الثقافه صديقه. طب انت حضرتك مطمن على مستقبل الفن التشكيلي في مصر وبالدول العربيه؟ بالتاكيد احنا عندنا شباب رائع. انا متابع جدا حتى مشاريع التخرج بتاع كليه فنون جميله السنه دي، بتفرج وبشوف مين الشباب، لان انا قبل ما اجي هنا ولا زلت يعني، بس هم مجمدين المساله شويه، ان انا امين عام جمعيه محب الفنون الجميله، ودي اقدم جمعيه فن تشكيلي في مصر وفي المنطقه العربيه كلها في الشرق الاوسط كله. وما زالت الجمعيه ودي بتعمل اهم معارض الشباب السنويه في مصر لغايه دلوقتي. طيب هل هنا مستقبل الفن التشكيلي في امريكا ايضا له مستقبل هنا، ولا الفن التشكيلي اللي هو التراث العربي هو في فن تشكيلي امريكي؟ طبعا في فن تشكيلي امريكي وحركه تشكيليه قويه جدا جدا، وزي ما قلت لك سحبت البساط تقريبا من معظم عواصم العالم وبقت نمره واحد. يعني هو وجود حضرتك يمكن ربنا بيسبب الاسباب ان وجودك في الوقت المناسب، اللي هو انت يعني وجودك هنا انت بتحافظ على تراث مهم، وفي شباب وفي مواهب هنا ممكن عندها نفس عندها الاتجاه ده، ولكن لابد ان هم ينموا بالزبط. الموهبه دي. ف يعني بتقابل ناس زي دي بتساعدهم كتير والله، وانا مرسمي مفتوح يعني لاي حد يحب يشرفني من الشباب يعني بكل ود وبكل حب، يعني سواء من يعني من طفل من 5 سنين اللي هو سن الادراك لغايه اي يعني الريتايرد كمان. اي حد، لان الفن التشكيلي من الفنون اللي مش محتاجه تكاليف ومش محتاجه تجهيزات عشان تقوم بيها، واعتقد ان في ناس كتير تحب تمارسها يعني. وفي مواهب حلوه جدا، انا شفت ناس والله ولاد في بروكلين، وشفت في كوينز، شفت وتلاقي في كاليفورنيا وفي شيكاغو وفي تكساس يعني. طبعا هم بدليل ان في شيكاغو اتعمل معرض. طب ناخد معلش تليفون في مداخله من هشام من نيوجيرسي. الو، مساء الخير. مساء النور. مساء الخير فندم، تفضل. انا بتسم حي حضرتك استاذ محمد وضيف حضرتك. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. شايف عن الربط بين الفن التشكيلي ومصر وامريكا، وحابب كمان احيي حضرتك على البرنامج اللي دايما بيربطنا ببلدنا وبيسهرنا الخميس عشان يربط بين حضرتنا في الشرق الاوسط وبين المقيمين في امريكا. يعني ربنا يخليك. من البرامج اللي انا دايما بصر ان انا اتفرج عليه. واحنا شكرا. بنحييك يعني بشكرك على الكلام الجميل ده، مش عارف ارد عليك اقول لك ايه. لا يا فندم، ده احنا بنشكر حضرتك على الخدمات اللي بتقدمها لنا يعني، وربنا يوفقك يا رب. ربنا يخليك. الدكتور رضا عندك سؤال له بخصوص الفن التشكيلي؟ والله يا دكتور، انا يعني مبسوط وسعيد بكلامه عن الفن التشكيلي، وانه ذكر ان مصر وبقاله اكثر من 100 سنه والحاجات دي، يعني كلام جميل يعني، انا مستمتع بيكم. الله يخليك. شكرا. الله يخليك. مشكرك. شكرا. مشكرك يا خشب. طبعا حاجه جميله يعني. طبعا. دي بتخلي كده الواحد ايه يعني لما بيسمع حاجات زي كده بتحصل. طبعا بينتعش كده، ويفتكر مجرد بيفتكر بلده بينبسط، بيبقى فيه نوع من انواع السعاده يعني، بصرف النظر عن كل السلبيات وبصرف النظر عن كل الكلام ده كله يعني وقتي. ده حقيقي. فهو زي ما حضرتك قلت، الفن التشكيلي بيعبر عن ما بداخل الفنان. ده حقيقي. فاحيانا كل لوحه انت بترسمها انت قاصد بيها شيء وليها معنى محدد عندك، ولكن شخص اخر ممكن ينظر لنفس اللوحه ولكن يستوحى منها شيء اخر. فهل ده مقصود ولا هو ده طبيعة الفن ده؟ هي اللوحة زي قطعة الموسيقى، زي قطعة المزيكا يعني. كويس. يعني المفترض ان لغة الفن التشكيلي هي نفسها اقرب الى لغة المزيكا بدون كلمات. كويس.
فممكن حد يحيله مقطوعة موسيقية مثلا اه بشيء وآخر يحيله بشيء آخر. اه لكن للأسف احنا ثقافة الرؤية عندنا ما تشكلتش زي ما تشكلت عندنا ثقافة المزيكا. يعني انت عارف اه ان الطفل من بداية ما هو بيبقى طفل بيسمع المزيكا طبعا مزيكا وبعدين بيتدرب. بيتجاوب بيها معاها. في مجتمعاتنا العربية أو مصر يعني ما بيبقاش الطفل على إدراك تام بالفن التشكيلي زي الفنون الأخرى، فبالتالي اه بتحصل الفجوة دي. لكن لو بيروحوا المتاحف من وهم في المدارس، والمتاحف دي يعني برضو أنا هستغل وجودي في برنامج حضرتك، لو في مصريين بيشوفوني من مصر، المتاحف دي كلها مجانية. يعني قطاع الفنون التشكيلية كل متاحفه مجانية، مجانا ما في مش سواء في بيرسوم. مصر او في امريكا او في والمتاحف هنا كمان مجانية، يعني مجانيه، متاحف معظمها فن يعني التشكيل معظمها مجانيه. مجانية. يعني المتروبوليتان في دونيت، يعني ممكن لو حضرتك داخل تدفع 5 دولار أو ما تدفعش، يعني لو ما معكش ما حدش بيقول لك لازم تدفع يعني. فلكن ده بيحصل هنا. يعني أنا ابني بيدرس هندسة ميكانيكا، السنة اللي فاتت كان عنده مشروع على لوحات في موما، متحف موما ميوزيوم. وده بيدرس ميكانيكا، فلذلك بيحصل تدريب وتربية للولاد من الطفولة لغاية الجامعة. علشان كده دايما احنا بنشجع الاهالي لو بالظبط شافوا الطفل عنده الموهبة ان هو بيرسم، بيخطط حاجة معينة، انا يجروا وراها اتمنى، وينموها. انا هسيب لسيادتك في الكنترول، يعني يبقى معاهم في الكنترول التليفون بتاعي، ولو اي حد اي اب او ام مش عندهم طفل او طفلة عايز ينمي موهبة او الرسم شاب او اي حد عايز اي استشارة، انا تحت امره واخدمهم طبعا بعناية. طبعا. وانا يعني بقى يعني على حضراتكم يعني اللي عايز يتواصل مع الدكتور رضا يدخل على البيج عندنا على الفيسبوك، واحنا بنعمل فورورد على طول لحضراتكم على الدكتور رضا. وهو زي ما بيقول انت عندك استوديو عندي وممكن تساعد ناس كتيرة، طبعا طبعا تحت لانه امرهم. يعني الفن الفنان نفسه دايما بيبقى لما بيساعد غيره بيحس بسعادة بالظبط اكتر بالظبط، يمكن اللي احنا بيساعده. نفسنا الناس كلها تبقى فنانين يعني. وده حقيقي في المصريين كلهم، يعني الحقيقة 90% من المصريين فنانين في مجالات مختلفة. طيب الجالية العربية هنا في أمريكا شايفها ازاي؟ والله يعني هي من أكثر الجاليات ارتباطا وتماسكا لأن بتجمعهم اللغة العربية. كويس. لكن جايز يكون ده مش على أرض الواقع أو على التفعيل بالشكل المطلوب، ايوه لكن بشوفهم بسعد في بروكلين لما بمشي في الشوارع وألاقي المحلات بيلفط بالعربي أو في ستانوي طبعا دي بتبقى وهكذا، أو يحصل ماتشات لدولة عربية مثلا زي كأس العالم ونشوف الحماسة الشديدة. نفسنا بقى يكون التضافر ده كمان في قضايا وطنية كبيرة انا يعني. عارف ان انت يعني عاشق لمصر طبعا ودايما طبعا، في كل خطوة بتعملها وضع اعتبار بتقول انا يعني مصري. تلامذتك يا أستاذ محمد يعني وربنا زي يخليك. حضرتك. واحنا طبعا بنرحب بيك هنا، و الله يخليك فعلا. يعني والاستوديو في ساتن ايلاند دلوقتي، استوديو الدكتور رضا عبد الرحمن، طبعا اللي عايز يتواصل معاه اكيد مشرفوني. يقدر من خلال التواصل مع على الفيسبوك او على وسائل الاتصال الكثيرة. طيب انا بشكرك طبعا، وطالما ما انت في ستن ايلاند احنا هنعمل حاجات كتيره بقى مع بعض، أنا يعني بشكر حضرتك هنعمل بقى سيجمنتس كتيره بقى مع بعض هنا. وشرفني ويسعدني طبعا ده هنتشرف. يعني الله يخليك. كلمه اخيره عايز تقولها لاخواتك واولادك في الجاليه العربيه؟ أتمنى كل أب وكل أم يكون عنده طفل موهوب في المزيكا، في الفن التشكيلي، في التمثيل، في المسرح، في الكتابة، في الشعر، يتبناها لأن هي دي اتصال الناس بالإنسانية وبالمحبة. هيعمقوا جواه ثقافة الحب للناس والبعض والأهله والوطنه والأمريكا طبعا اللي بتحتضننا جميعا. أنا بشكرك دكتور رضا عبد الرحمن، وإلى لقاء قريب إن شاء الله. أعزائي شكرا. المشاهدين، وفاصل ونعود مع الصوت الفلسطيني الرائع الموهوب الصاعد الجميل مع زيد في الفقرة الأخيرة في هذا البرنامج، زيد الراموني وهيكون معانا، وخلينا نتعرف عليه. ابقوا معنا.